فيا أيها العباد، لماذا تخافون الرزق؟ لماذا تجزعون من قلته؟ لماذا تستطيلون انتظاره؟ هو مخلوق لكم قبل أن يخلقكم. ربك إذا استدعاك إلى الوجود فإنما يمدك به موجود قبل أن توجد، وعندما ينتهي إمدادك ينتهي إيجادك. فلأي شيء الجزاء؟ هو يقول لك رزقا للعباد. المشكلة أن أوتينا من قلة تصديقنا لربنا، ونحن نزعم ملء أشداقنا أننا نؤمن بما يقول، لكن في الزعازع هي الإيمان. يقول لك رزقا للعباد، أنت من جملته رزقك عندك، لماذا تطلبه بالحرام؟ لماذا تطلبه بما يسخط عليك من يرزقك؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أوجب على نفسه سبحانه أن يرزق كل ما يدب، كل ما من شأنه أن يرزق، فربنا جعل على نفسه أن يرزقه. فلماذا الجزع والهلع؟ اسعى كما أمرت، تسبب كما أمرت، واعلم أن رزقك آتيك لا محالة. فلا تطلب بما عند لا تطلب ما عند الله من الرزق لك بما يسخط ربك عليك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.